مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم. ضيفي هذا اليوم وزير البيئة المهندس ساغون لازار صليوة. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا بكم. معالي الوزير، قبل ما نبدأ حديثنا دعنا ناخذ هذا التقرير اللي عده كادر البرنامج. وأنت تنطلق في الساعة 5:30 صباحا لمحل عملك، يتراءى أمامك أفق المدينة الأسود، فهناك طبقة سوداء مؤلمة تغلف أجواء المدينة بفعل ما تم إطلاقه من كربون مشبع بالدقائق الصلبة ليلة البارحة وما قبلها من المولدات الأهلية، ناهيك عن الملوثات الأخرى. كثيرة هي التجاوزات والخروقات على البيئة العراقية، فالحاجة باتت ملحة لتطبيق وتفعيل قانون يكفل حماية البيئة العراقية. العوامل التي تساعد على التلوث البيئي كثيرة ويشترك فيها المواطن والمسؤول معا، لكن قلة وعي البعض بأهمية الحفاظ على بيئة خالية من الملوثات باتت شبه معدومة لعدم وضع رقابة مشددة على المخالف. تجاوزات كثيرة حصلت وما زالت تحصل على البيئة العراقية بشكل عام، وبالأخص على نهري دجلة والفرات، وحدوث حالات من التلوث بسبب رمي النفايات وفضلات ثقيلة وغيرها من المخلفات التي تم تغريم البعض منهم من قبل وزارة البيئة في محافظات عدة. بعد ما شاهدنا هذا التقرير معالي الوزير، زرت الكثير من البلدان الأوروبية واطلعت على الواقع البيئي فيها. أريد أعرف معالي الوزير، أين تضعون العراق في مرتبة البلدان اللي تعاني خطر من ناحية البيئة؟ ناخذ الأمر من جانب اهتمام الدولة في هذا الموضوع. نعم. عموما مفهوم البيئة والعمل في مجال البيئة عالميا هو حديث العهد. نعم. يعني عمره مو أطول من 30-40 سنة. العراق من أوائل الدول اللي دخلت في الاتفاقيات، أو بحيث كان عندنا جسم داخل أجهزة الدولة داخل وزارة الصحة اسمها شعبة أو قسم للبيئة، لكن بعد 2003 أكيد صار اهتمام أكثر في هذا المجال، بحيث استحدثت وزارة للبيئة، يعني جسم تشكيل بشكل وزاري. وحقيقة هناك برامج كثيرة خلال فترة قصيرة نسبيا دخل بها العراق، التزامات واتفاقات دولية. أكثر من 10 اتفاقات دولية العراق مشارك بها. فأتصور احنا إذا نفرز بين أنه واقع البيئة كيف حاله أو الأداء والاهتمام بالبيئة كيف، الواقع البيئي بالطبع بعد هذه المراحل العصيبة اللي مر بها البلد احنا عندنا تردي في الواقع البيئي، لكن رجال الاهتمام هناك جدية على أقل تقدير من جانبنا كوزارة بيئة، أن خطوات وبرامج واستراتيجية لنعمل بها، وشيئا فشيئا لنصعد المعيارية للتعامل مع التجاوزات والمخالفات البيئية. فأتصور هو التقييم ماكو نسبة محددة واحد يحدد نسبة. أيضا معالي الوزير، شيء مهم جدا، هل هذا يعني معالي الوزير أن بيئة العراق ما زالت نظيفة بالمقارنة مع الدول الصناعية الكبرى؟ يعني ماكو، أنا قلت ماكو فد شيء معيار محدد نخلي العراق أو أي دولة أنه هذه تسلسلها كذا في موضوع البيئة. هناك مساحات لكن هناك نشاطات. دول صناعية كبيرة. نعم، هو داجز على هذا. أريد أعرف العراق حسب في أي مجال نتحدث. حسب في أي مجال نتحدث. مجال البيئة مجالات واسعة جدا، ممكن نحدد لكل نقطة أقدر أقول العراق تسلسل أشقد في هذا الموضوع. إذا كان في موضوع غاز معين، إذا كان في موضوع صناعات محددة، أي صناعات نتحدث. يعني في مجال الصناعة النفطية العراق من البلدان اللي بتنتج النفط بكميات كبيرة. نعم. لكن هل احنا في مجال صناعات الثقيلة مثلا اذا كان حديد الصلب عندنا؟ لا، اجاوبك لا، احنا اساسا ما عندنا صناعة. نعم. فاحنا اكثر ايجابية في هذا الجانب من كل دول العالم، لان ما عندنا صناعة اساسا. فهي تعتمد على الموضوع اللي نتحدث عنه، لكن كيف عندنا الموجود الحالي كيف وضعه؟ اكيد بسبب مثل ما ذكرنا بالجواب السابق، بسبب الظروف العصيبة اللي مرينا بها واقعنا متردي جدا حقيقة. نتيجة الضغوط اليومية التي يتعرض لها المواطن العراقي، فإن الحديث مع الوزير عن البيئة يعتبر ترفا بالنسبة له، كيف تفسر ذلك؟ ما أتصور هذا الكلام صحيح بالتأكيد. الحديث عن البيئة ليس ترف، وإنما خوف على المستقبل قد يكون. نعم. احنا من نتحدث عن البيئة نتحدث عن الموارد الطبيعية، عن الاستنزاف اللي نواجهه اليوم للموارد الطبيعية، عن الإخلال في التوازن في النظم الطبيعية. هذه أمور مو ترف.
الترف يجي بكماليات أخرى وهي مو اختصاصنا. يعني يمكن المستطرق أو السامع يتصور عمل البيئة بعض الكماليات، أبدا، وزارة البيئة لها مفاصل مهمة جدا في حياة المواطن وأجيال المستقبل. معالي الوزير، إذا كان الاهتمام بالبيئة ليس ترفا مثل ما تحدثت، لماذا إذن بيئة العراق مهملة ولا توجد أصوات عالية تطالب بمعالجة المشاكل التي تواجهها؟ حتى إذا كانت بالفعل توجد هذه الأصوات، هذه الأصوات معالي الوزير ما زالت ضعيفة. أنا ما أتصورها مهملة. أنا ذكرت قلت هي تحديات صعبة مرينا بها، يعني مثلا موضوع الألغام، البلد مر في مراحل عسكرية كثيرة. لكن ينظر للوضع داخل العراق ويشاهد البيئة يشوف أنها مهملة جدا. لا مو هذا الموضوع، وأنا قلت ما تخليني أكمل، يعني أتحدث عن الألغام مثلا، هذا جزء من واقعنا البيئي. مراحل العسكرية اللي مر بها لا يمكن اليوم نحلها بيوم ويومين، هاي بحاجة إلى فترات. يعني زرع الألغام إذا كان يحتاج يوم حتى نرفع الألغام يمكن يحتاج شهر أو شهرين أو سنة. بس أنا 9 سنين إحنا. إيه بس إحنا عندنا مساحات الحجم يمكن أكثر البلدان الملوثة بالألغام، فإحنا عندنا برنامج اليوم، خطة إن شاء الله راح نستكملها ولو ما كان موضوع الألغام أنا مثلا طيب، بس عندنا خطة لنوضعها الآن، خطة طموحة جدا، بعدين تعتمد على حجم الإمكانات البشرية والمادية اللي راح نخصصها حتى نقدر نحدد السقف الزمني لإعلان العراق خالي من الألغام. فأنا أقصد كمثل يعني عندنا هاي الأمور ملوث. موضوع الإشعاع، البرنامج النووي السابق اللي استخدمته القوات الأمريكية، هي كلها مشاكل موجودة داخل الأراضي العراقية ما ممكن حلها حتى بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحاجة إلى فترات سنوات طويلة حتى تنحل. عندنا موجود البرامج لكن هي تأخذ وقت، هاي طبيعة المشاريع. يعني مثلا نبني عمارة، أريد أعرف معالي الوزير أي وقت نبني عمارة نبني عمارة بمئة شقة تأخذ وقت أكثر ما نبني 100 بيت، لأن هذا أفقي ممكن نشتغل به كله، لكن العمارة عمودية لكن لازم يخلص الطابق الأرضي حتى يبني الطابق الثاني. فأكو أمور تأخذ الوقت، تأخذ المديات. بعدين أي وقت بديتم تشتغلون على هذا الموضوع؟ حقيقة الفترات السابقة السنوات كان هناك تلكؤ كثير، ماكو إنجاز. يعني في السنوات السابقة بعد 2003 5-6 سنوات أيام وجود القوات الأمريكية وهاي الصراعات السياسية كان هناك تلكؤ كبير، يعني ما كان أكو إجراءات. اليوم من أخذنا قد أقول هذه الكابينة تحديدا، نعم، هناك برامج جديدة، يعني هناك طفرات في أداء هذه المشاريع. فإحنا نتحدث نختصرها، أنا دا أجاوب على كلمة المهملة. هي مو المهملة معنى وأنه هناك تراكم للاحتياجات والمتطلبات، هذا معنى آخر. يعني اليوم برامج موجودة مثلا خدمات النفايات أو المجاري، ما كان أكو ترهل أو إهمال كبير لموضوع البنى التحتية، واليوم المتطلبات كثيرة. تقدمنا كحكومة بقانون البنى التحتية للبرلمان ولم يصوت عليه لحد الآن، لأن قانون البنى التحتية معناه شنو؟ هناك احتياجات كبيرة بالبلد، حتى نوفرها لازم هناك مبالغ. مبالغ الميزانية السنوية، لأن قانون العراقي والدستور العراقي محدد الموازنة بسنوية، من حدد السنوية تتقسم على كل الوزارات ما تحقق الحاجات. فقانون البنى التحتية كان يطلب أنه خلال 20 سنة ممكن، لكن الأرقام اللي نخصصها بهالسنة بسنة واحدة أو بسنتين، وتطلق مشاريع للكل في بسنة واحدة بمرة واحدة، ما لحد الآن ما مشى. هذا كان ممكن يحل كثير من الأمور مع الأسف، نتمنى أنه يمشي خلال الفترات القادمة، هذا يحل كثير من المشاكل. هذا الإهمال ما راح يبقى. أتمنى أنه بالفعل يكون عندنا بيئة نظيفة داخل العراق. 9 سنين لوزارة البيئة تعمل على هذا الموضوع، ولهذا اليوم لم نرى بيئة نظيفة داخل العراق. لا هو ما هو مفهومها، يعني خلينا ننتقل إلى سؤال آخر. هذا المفهوم بالشارع العراقي مع الوزير؟ لا ما هو أساسا، هو يعني وزارة البيئة ما تعمل على بيئة نظيفة فقط، مو هذا مفهومنا. يعني احنا ما ننظف البيئة، احنا نراقب البيئة، احنا عندنا دراسات لتحمي البيئة. مسؤولية وزارة البيئة معالي الوزير مسؤولية كبيرة جدا. البيئة عملكم يشعب إلى مواضيع كثيرة بالبيئة، إذا نتطرق عليها نحتاج إلى حلقتين أو ثلاثة طبعاً حتى نتكلم عن كل عمل وزارة البيئة واللي تقدمه لأن تكون أو يكون العراق بيئة نظيفة. أريد أعرف معالي الوزير كم هي ميزانية العام 2012 وهل هي كافية؟ وأريد أعرف ألا تعتقد أن ميزانية وزارة البيئة معالي الوزير يجب أن توازي ميزانيات وزارات أخرى مثل الكهرباء والصحة؟ وهل هذا يعني وجود قصور في رؤى لدى الحكومة العراقية في هذا الجانب؟
ميزانية الوزارة حقيقة أبدأ بالأمر هي مو مهمة جدا، لأن احنا ما عندنا تنفيذ على أرض الواقع لمعالجة واقع بيئي معين، لكن أكيد بحاجة إلى أموال لأداء مهامنا كرقيب وكمختبرات وكتوعية. فهذا من هذا الجانب هناك نقص قليل ما تم توفيره لهذا العام، لنطلب حاليا لعام 2013، وهناك تفهم أنه راح ينضاف، هي مبالغ قليلة. لكن الأهم في مجال البيئة حقيقة والموازنة أنه مو ميزانية وزارة البيئة توصل لموازنة الكهرباء أو غيرها، لا بالعكس، وإنما احنا نطالب ورسميا طالبنا أنه هناك أمور معنية بها وزارات أخرى لكن مردودها وعملها على البيئة. يعني مثلا ذكرنا الإشعاع، وزارة العلوم والتكنولوجيا هي المعنية في إزالة المخلفات الإشعاعية، فاحنا طالبنا أنه يكون هناك تخصيصات لوزارة العلوم حتى تقوم بهذه المهمة. احنا دورنا نراقب، دورنا المعايير، هذا الشيء نقوم به، لكن نفس الوقت نطالب ميزانيات لهم حتى يقومون بهذا. لكن اريد اعرف معالي الوزير، هل هناك تعاون بينكم وبين وزارة الزراعة والوزارات الاخرى مع وزارة البيئة؟ مو بكل المجالات، اكو امور نعم نتعاون، لكن اكو امور هناك يصير خلاف في الرأي نتعارض، لكن ان قانون نتعامل به، نتعامل مع هذه الجهات بقانون. معالي الوزير، كلما نتحدث عن المشاكل البيئة في العراق نسمع دراسات وبحوث يتم إعدادها، أريد أعرف لماذا لا يتم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال؟ يعني أنا ما أعرف ليش لماذا لا يتم، أنا أتصور يتم، يعني عندنا كثير من البحوث وكثير من الدراسات طبقت على أرض الواقع. مثل شنو؟ يعني هي كثير الأمثلة، أنت قلتي إذا نحكي عن كل شيء يحتاجنا 3-4 لقاءات. لا بس نحن نريد نعرف البحوث يعني والدراسات اللي طبقت. مثلا هسه كثير كان عندنا مع قبل فترة طويلة كانت مشينا بلجنة شكلنا داخل الوزارة ومع الوزارات المعنية لموضوع التصحر. نعم. فهذه اللجنة جمعت دراسات وبحوث هاي وتطورت، وصلت اليوم حاليا إلى لجنة وطنية على مستوى الوطني من خلال مجلس الوزراء. نعم. وحاليا وصلت الآليات راح يتبناها مجلس الوزراء وتتحول إلى تطبيق لأرض الواقع مثلا هاي، وكثير أخرى. يعني مجالات المياه مثلا أكو ناس سوت بحوث وحولناها للجهات المعنية وصار تطبيق بها، فعندنا كثير. ليش لماذا لا تطبق؟ يعني هي تطبق، يعني نتمنى أن تطبق إذا كانت قابلة للتطبيق بحوث وصحيحة حسب تقييم المعنيين والمختصين. يعني إن شاء الله نتمنى أنه أغلب البحوث اللي تقدم بالذات من خارج العراق والتجارب الموجودة بالخارج تطبق. لا نحاول ندعم، يعني قبل فترة جوني شباب مسوين مولدة تشتغل على المي، نحاول ندعمهم هذا الشيء يمشي ياخذ مجال أو سياق، فموجود هذا الشيء وهي دعوة أيضا من هالبرنامج إذا أكو شخص عنده بحث أو دراسة. وبالمناسبة أكثر وزارة يمكن إحنا نتعاقد مع طلاب دراسات عليا لتحقيق بحوثهم. يعني أريد نتحدث عن حالات الفساد في كثير من الوزارات العراقية، لكن قليل ما نسمع عن الفساد في وزارتكم. أريد أعرف هل أن وزارة البيئة نظيفة من الفساد؟ يعني أمون لم نسمع، لا سمعنا، يعني أنا بشخصي رحت مرتين محكمة متهم وطلعنا بها براءة يعني لأسباب، فهي أكو شكوك دائما بكل مكان. نعم. قد يجوز ما سامعين الفساد انه ما صار اللزم فتشي بفساد بالوزاره كل مفاصلها ودوائرها، وقد يجوز انه احنا اساسا مثل ما تحدثنا عن الميزانيه، يعني ما عندنا مشاريع استثمار، ما عندنا هالامور هاي، احنا عندنا رقابه. فالفساد اللي ممكن يصير ما يصير في مال الوزاره، يصير في تعاملنا مع المشاريع مع المواطنين في موافقات البيئيه والى اخره، لكن من خلال الرقابه والتفتيش ما صار تثبيت، وعندنا جهاز رقابي وتفتيشي قوي بالوزاره، ما صار فت يعني لزمت قضايا وصارت مشكله. قد تكون خوفا من الرقابه والتفتيش، او قد تكون قناعه لدى الافراد انه ما مو فاسدين، يعني ما اقدر احدد انهم شنو بالضبط. لكن ايضا معالي الوزير، هناك من يقول ان هناك حالات فساد في عقود ازاله الالغام بوزارتكم، اريد اعرف شلون نتعلق على هذا الموضوع. يعني انا ذكرت انه انا رحت متهم في هذا الموضوع، كان في موضوع الالغام، وبالاعلام اللي طلع انه هو نفس الشيء موضوع عقود والى اخره، واحنا اساسا ما عندنا عقود للالغام. يعني فهم المواطن لهذا الموضوع مو بحقيقته. احنا دورنا بالالغام انه احنا نراقب موضوع الاراضي، نحدد نوعيه الاراضي اللي بها تلوث ما تلوث،
لكن ولا يوم احنا عندنا ميزانية حتى ننطي لشركات عقود حتى تزيل الغام. هذا الشيء مهم. الأرض عائدة لوزارة النفط، وزارة النفط هي اللي تعلن وهي اللي تنطي للشركات، فما عندنا أساسا عقود لهذا الموضوع. لكن هذا لا يعني أن هناك فرصة وجود الفساد، بس مثل ما قلت عندنا جهاز رقابي قد يكون هو من القوة بحيث ماكو شخص يقدر يقوم بالفساد، أو بالعكس أن هم الأشخاص العاملين ما بنيتهم يكون عندهم فساد. نتمنى أنه تتخلص كل الوزارات من الفساد الإداري والمالي، ويكون العراق بلد يزهو بعيدا عن الفساد إن شاء الله. معالي الوزير، لديكم خطة استراتيجية تطبق على مدى الأعوام الخمسة المقبلة تهدف لتحسين الواقع البيئي في البلد، ممكن أن نتحدث مع الوزير أو تحدثنا عن هذه الخطة؟ نحن عندنا عموما واحد من أهمنا هو تقييم الواقع البيئي. نعم. والاستراتيجية هي نتيجة لتقييم الواقع البيئي، هناك استراتيجية لكيفية النهوض بالواقع البيئي. فحقيقة عملنا بها من خلال كوادر الوزارة مع التنسيق مع منظمات دولية، طبعا اليون اليونيب حاليا هي في مرحلة الطباعة أو التهيئة للطباعة، لأن بحاجة أن تقر من مجلس الوزراء، لأن فتشي عند الصفة الوطنية يجب أن تقر من مجلس الوزراء، وبعدها راح تطبع وتوزع إن شاء الله. هي ماخذة تفاصيل كل الدولة العراقية، ومشاركين بها كل الوزارات المعنية بالدولة العراقية، ماخذين بها داتا كبيرة جدا، ومبنية على هذه الداتا أيضا المقترحات كاستراتيجية اللي نقولها كيفية النهوض بالواقع البيئي. طبعا تفاصيلها أيضا كثيرة، لأن ماخذة كل تفاصيل الدولة موجودة في هذه الاستراتيجية، إن شاء الله راح تطلع للإعلام أيضا، وراح نعلنها بشكل رسمي، وهي راح تكون في متداول الأيدي. معالي الوزير، أنا نأخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع ضيفي وزير البيئة المهندس سرغون لازار سليوة. أهلا بك مجددا معالي الوزير. معالي الوزير، يواجه العراق في السنوات الأخيرة أزمة الغبار، أريد أعرف شنو سبب هذه المشكلة ولماذا هي بتزايد، كيف نعالج هذه المشكلة، هل لديكم حلول واقعية؟ أولا الأسباب هي أسباب عالمية، يعني أحد المشاكل إحنا عندنا بالمفهوم البيئي أو من مؤتمر التنمية المستدامة اللي انعقد في ريو قبل 20 سنة، وتكرر هذا العام. نعم. تكرر بعد 10 سنوات، وهالسنة أيضا كان المرة الثانية يعني تكرر. خرجت من أول مؤتمر 3 اتفاقيات أساسية، اللي هي اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية التغير المناخي، واتفاقية التصحر. نعم. طبعا التغير المناخي هي الأساسية اللي هي عندها أفكت أو تأثير على موضوع التنوع الأحيائي والتصحر. نحصر موضوعنا عن التصحر. التغيرات المناخية التي يواجهها العالم كان لها مردودات كثيرة، واحد منها موضوع تصحر الأراضي أو تدهور الأراضي بسبب موضوع الأمطار والرطوبة وإلى آخره، بسبب التغيرات المناخية. فإحنا حالنا حال العالم، يعني صابنا هذا الشيء، وقد يكون بنسب أكبر، لأن نسب أكبر لأن إحنا عندنا أسباب أخرى، أسباب قد تكون سياسية عسكرية، يعني مراحل الحرب تعرفين هناك عزوف عن الزراعة، فترة الحصار كان هناك مشكلة، وهكذا بعدها ما جرى في 2003 جرف الأراضي، كثير من المشاكل أدت إلى تدهور الأراضي، المساحات اللي كانت مزروعة سابقا تركت، فازدادت النسبة لتصحر الأراضي بشكل كبير، ومع الأسف هناك ازدياد بها. فهي الأسباب مو فقط هي محلية، هي عالمية وجزء منها محلي. مشكلة هذه كبيرة طبعا، هاي الأسباب اللي تؤدي إلى موضوع ازدياد العواصف الغبارية. هناك أنواع من الأشجار أكثر ترسيبا للغبار من غيرها، هل أنتم ماضون معالي الوزير في زراعة هذه الأشجار؟ طبعا هو احنا أنا للتكمل، يعني احنا إجراءات أخذنا كثيرة في هذا المجال. أولا الجانب البحثي الدراسي مثل ما تحدثنا، سوينا به، وصلنا مراحل حاليا لإقرارها من مجلس الوزراء حتى تكون هناك مبادرة وطنية. نعم. للنهوض بواقع التصحر أو معالجة مشكلة التصحر أو مكافحة التصحر. لكن مع هذا ما يعني أنه إحنا منتظرين فقط البحوث والدراسات. في حوار مباشر مع المحافظات، مأمونة العاصمة ومشكورة محافظة كربلاء المقدسة، أولى المحافظات اللي قامت بهذا الموضوع، كان هناك دائما دعم ودفع للنهوض في مشاريع الأحزمة الخضراء. كربلاء المقدسة مشروعها جيد جدا، أنا زرته مرتين. هناك محافظات كثيرة بدأت، طبعا هذا الحج كلام مو هسه، قبل عام يعني،
كثيرة بدأت بموضوع الحزام الأخضر. واجهتنا مشكلة لموضوع التشغيل والإدامة أو الاستدامة، لكن هاي هم قلنا لقينا بها حلول استثمارية حتى تكون سهلة الإدامة. يعني ما ممكن الدولة تتحمل أحزمة خضراء وعلى مساحات واسعة ويراد لأيدي عاملة وتشغيل وتتحمل رواتب، لازم هناك يعني visibility يعني جدوى اقتصادية. نعم. أنه يكون هناك نوع من الاستثمار حتى يشغل هذه العزيمة الخضراء، ولقينا أفكار وحلول كثيرة لها. بالنسبة للنباتات اللي ذكرتي هي أنواع كثيرة حقيقة، وهي أنواع مقاومة. هناك أنواع من النباتات اللي تعتمد أو تقدر تكون تقاوم مع المياه المالحة، أكو تكون صحراوية تعتمد على المياه الجوفية. أكو تعاون بينكم وبين وزارة الزراعة بهذا الموضوع؟ يعني مو بشكل مباشر، هو مو معنيين، لكن هناك شخصيات قامت بتجارب عالمية في المنطقة وفي مناطق أخرى، لنتحاور وياهم أنه نجيب هذه التجارب نقيمها بالعراق. مثلا أكو نباتات هي صحراوية أو تقاوم الظروف الصعبة، نعم، ونفس الوقت هي مثمرة بها فوائد ثمار مغنية. فنحاول الآن نشتغل مع المحافظات أكثر حقيقة، مو فقط وزارة الزراعة، لأن وزارة الزراعة اهتماماتها هي موضوع المنتج الزراعي. صحيح. اللي هي الحنطة، اللي هي التمور إلى آخره من هالأمور هاي. لكن كفكرة معالجة التصحر، مع العلم هي هيئة مكافحة التصحر داخل وزارة الزراعة، لكن أيضا عملهم من منطلق زراعي. إحنا نتحدث عن مساحات شاسعة داخل العراق اللي بها المشكلة، فهذه أيضا عندنا ندفع وندعم اتجاهات استثمارية لملايين الأمتار المربعة والكيلومترات لزراعتها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، اللي أيضا بنفس الوقت راح تكون قرى ريفية حضارية جديدة وفرص عمل لكثير من الناس. هذه أيضا مشاريع طموحة عندنا موجودة ضمن برنامجنا اللي نعمل على دعمه. في كثير من بلدان العالم هناك حملات شعبية واسعة تدعمها يمكن الحكومات والمنظمات من أجل زيادة المناطق الخضراء والتشجير. معالي الوزير، لماذا لا نرى مثل هذه الحملات الكبيرة في العراق؟ ألسنا بحاجة لها معالي الوزير؟ لا احنا سوينا، لا سوينا سوينا حكومية. لكن حجمها لازال انا ما مقتنع بشكل شخصي همين به، لكن عندنا وهناك حقيقة مشكورين جهات كثيرة يقومون بهذا المجال. يعني هسه قبل فترة نسيت الجهة اللي كانت، لكن اعلنت انه مسابقة وشكل معين كل من يزرع نخلة قدام بيته، هذا بمحافظة البصرة. فهكذا مشاريع موجودة كثيرة حقيقة، وبدنا نشتغل على افكار حقيقة تجينا موجودة بالدول قاموا بها، انه كل شخص يزرع له باسمه. لكن شجرة. انت معالي الوزير كثير السفر الى دول اوروبا وايضا الى استراليا، امريكا، كندا، اريد اعرف ما قدرة الوزارة ان تتعاقد مع منظمات عالمية تهتم بالبيئة؟ موجودة، احنا هو سفرنا اساسا مو سياحة، يعني سفرنا موجود على اساس اما مؤتمرات دولية، اتفاقيات دولية، او مع دول معينة لمذكرات تفاهم. طبعا مو تعاقد، ما نتعاقد مع شركات، هناك مذكرات تفاهم نعقدها مع هناك الدول. منظمات تدعم البيئة. نعم، هو خلال هالمذكرات التفاهم نعمل من خلال نقل التكنولوجيا، تبادل الأفكار، تبادل الخبرات. فعندنا كثير من هذا المجال حقيقة، موجودة كثير من الدول زرناها، وكثير من هاي الخبرات اللي نتحدث عنها أساسا هي موجودة من خلال هذه الجولات. كثير من الاستفادة حقيقة استفادنا، وموجود يعني المعالجات البيئية الموجودة في العالم في تطور مستمر. يعني نقصد معالي الوزير، يعني هاي الأشجار اللي تحدثنا عنها يعني جبناها خلال الجولات هذه أصلا. يعني ما تقدرون تجيبون منظمات عالمية تتبنى البيئة داخل العراق؟ لا، هناك عالم، ما يحتاج. منظمات عالمية لا موجودة، هذه كقدرة موجودة، لكن بحاجة إلى يعني حتى تدعم فلوس. يعني ما أتصور هذا الجانب جدا مهم حاليا نعمل به. مشكلتنا هي بالخبرة نفسها، ده نحاول نوجدها. مشكلتنا هي في تطبيق هذه الأمور، في أنه نعتمد على ميزانية الدولة بالاستدامة، هو صعب جدا، فيجب أن نبحث عن حلول أخرى استثمارية. نعم. مو فقط منظمة تيجي تشتغل تقدم لنا خدمة، احنا ما عندنا خبرات عراقية يمكن أحسن. لكن اليوم مشكلتنا إيجاد الآلية، يعني مكافحة التصحر اللي طول فترة طويلة هو لإيجاد الآلية اللي نكافح بها التصحر. صحيح. يعني عندنا مشكلة حقيقة في كثير من التفاصيل، نصادف أو نواجه تعقيدات إدارية يعني بحاجة إلى تعديلات. يعني احنا حاليا مجلس الوزراء في صدد تغيير مثلا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اللي صايرة مثل السترة الحديد اللي تخنق العمل، يكبر العمل وهي نفسها باقية. فنحتاج دائما إلى يعني مرونة
في القوانين اللي نتعامل بها، فهي مرات تعقد لكن نلقى لها الحلول إن شاء الله. الحديث عن الأشجار أيضا يقودنا للحديث عن الواقع المر للنخيل في العراق معالي الوزير، حيث أصبحنا نستورد التمر بعد ما كان العراق يحتل المرتبة الأولى في تصدير التمور إلى العالم. أيضا نفتقر معالي الوزير إلى حملات زراعية أو زراعة النخيل والعناية بها، أريد أعرف لماذا؟ مع الأسف بشكل مباشر ما عندنا دور في هذا الموضوع إلا من جانب الحجينات التصحر، لكن بشكل مباشر النخيل هو عند وزارة الزراعة هذا الموضوع، وأنا أيضا لكن تقدرون من العراقيين اللي أتأسف أنه العراق يوصل لهذه المرحلة. لكن تقدرون معالي الوزير تخلوه ضمن الخطة، خطة التصحر يعني؟ لا ما مو هيك بشكل مباشر، نعم طبعا إذا خلينا مستثمرين هذا هو موجود ضمن الخطة، مو نحطه بالخطة، لكن بشكل مباشر كبرنامج للعودة بمستوى أشجار النخيل بالعراق إلى أيام السابقة ضمن مسؤولية وزارة الزراعة، يعني حتى لو دخلنا بهاي المشاريع اللي حجيناها اللي كوافعة التصحر ترجع ارتباطها يكون ضمن وزارة الزراعة مو اختصاصنا يعني. حسب ما سمعت انه برنامج وزاره الزراعه هو موجود خلال فتره ما اعرف بالضبط ايش قد لسنه انه يرجع العراق يملك 40 او 50 مليون نخله، يعني اكثر من السابق، مو اكثر من الحالي اكثر من السابق، لكن هل تحقق هذا الشيء لحد الان؟ انا بمنظوري الشخصي لا، هناك مشكله، هناك مشكله ايضا بالاستفاده من التمور، يعني احنا اليوم مثل ما ذكرتي قد نستورد التمور، لكن هل التمور العراقيه نستفاد منها؟ لا، تتعفن وتروح علف الحيوانات، ما مستفادين من حد الآن. هناك نقاشات داخل أروقة وزارة الزراعة وزارة التجارة والمعنيين بهذا الموضوع أنه لإيجاد آلية كيف التعامل مع التمور وأيضا مع موضوع النخيل، لكن بعدها ما مقررة أو ما واصلين للآلية أساسا، يعني هناك خلافات بوجهات النظر. أتمنى كمواطن عراقي مو كوزير أنه يرجع النخيل العراقي على أيام السابق. نحن أيضا نتمنى بهذه الحلقة أنه تتعاون وزارة البيئة مع وزارة الزراعة في القضاء على التصحر بزراعة النخيل العراقية وعودة النخيل إن شاء الله. إن شاء الله. المخلفات الصناعية معالي الوزير واحدة من أخطر الملوثات للبيئة، هل يواجه العراق هذه المشكلة مع ضعف الحركة الصناعية في البلد؟ يا بالمجمل أنت ذكرتي إحنا عندنا ضعف في الحركة الصناعية، يعني حجم الصناعة الموجود هو أساسا مو كثير، لكن لا يعني ما عندنا مشكلة، لأن مع الأسف يعني إحنا نأخذ إجراءات كثيرة بحقهم، غلقنا كثير من المعامل لأن هذا صلاحية وزارة البيئة، نغلق المعامل اللي تلوث، مع الأسف ما موجود من معامل هي قديمة، ما عندنا تكنولوجيا صديقة للبيئة، لازال ما أقصد الكل، هناك مشاريع مشكورين، ناس اللي طلعوا برا راحوا وجايين من برا شايفين طبيعة التعامل في هذا المجال والاهتمام بالبيئة، جايين ناس بيئة مثلا معامل طابوق اللي معتمد على آليات حرق حديثة موجود وجيد جدا، لكن بالمجمل العام الموجود ليس في هذا الاتجاه، موجود بشكل سلبي، وانطينا فترات مهلة وتسامح يعني حتى لا نأثر على الوضع الاقتصادي أيضا في البلد، لكن من فترة ليست بقليلة بدينا بإجراءات جدا صارمة وماكو أي تهاون مع هذه المعامل والصناعات، غلقنا كثير من معامل الطابوق، معامل أخرى، صناعات أخرى، حتى وصلت مرحلة الأفران، بس رجعنا عن موضوع الأفران لأن ما كان ضمن المحددات مذكورة، مو إحنا اللي بديناها، موجودة ضمن المحددات يعني، لكن هسه وقفناها موضوع الأفران لأن هي حقيقة ما لها ذاك التأثير على البيئة، ما موجود أساسا تأثير على البيئة يعني. فنتأمل إنه أصحاب المعامل أصحاب الصناعات يبحثون عن الوسائل الصديقة للبيئة حتى الحركة الاقتصادية أيضا لا تتأثر داخل البيئة. هل يتم عزل المخلفات العضوية والكيميائية عن المخلفات الأخرى داخل المستشفيات معالي الوزير؟ لأن الدول المتقدمة مثل ما تعرف معالي الوزير نرى المستشفيات تضع المخلفات الخطرة في أكياس خاصة حتى لونه يكون يختلف عن الأكياس الأخرى، هل هذا الموضوع موجود في مستشفياتنا؟ طبيعي المستشفيات موضوع المخرجات اللي هي المجاري، خلينا نتكلم عن ما المستشفيات بكل الأحوال يجب أن ما تخلط ويا مجاري المدينة قبل معالجتها، فإما تعالج وتروح المجاري المدينة أو تكون مذب للنهر بشكل منفصل، لكن يجب أن تعالج بوحدات معالجة خاصة بالمستشفيات موجودة هذه. قد يكون هناك مخالفات بعض الأماكن،
لكن بالنتيجة احنا هي تحت رقابتنا وسيطرتنا. الجانب الآخر الأكياس اللي تفضلت بيه النفايات وعزلها بألوان مختلفة، احنا لازلنا ما عدنا بعد مفهوم النفايات الخطرة، هاي نسميها مو فقط المستشفيات أو يعني هي الأدوية المستخدمة السرنجات وغيرها، لكن النفايات الخطرة حتى البطاريات هاي تعتبر نفايات خطرة، فلازال ما عدنا مواقع لطمر النفايات أو معالجة النفايات الخطرة في العراق. مؤخرا صار استحداث دائرة خاصة، دائرة عامة للنفايات الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا، لأن احنا وزارة رقابية ما احنا ننفذ، لكن تبقى هي ضمن تحت رقابة ومعايير وزارة البيئة تبقى انه موضوع. ها بالنسبة للنفايات احنا لازلنا ما عدنا هاي، نستخدم المحارق الطبية يسموها، اللي هي تكون ضمن مواصفات وتكنولوجيا معينة مقبولة ضمن المحددات البيئية موجودة في المستشفيات هذه، لكن هل هي كلها ضمن المواصفات أو مقبولة أم هناك مخالفات؟ بالطبيعة هناك مخالفات تصير. مشكلتنا في هذا الجانب، أريد أعرف مع الوزير توجد رقابة على المستشفيات داخل العراق؟ نعم موجودة، لكن مشكلتنا في هذا الجانب كوزارة تكمن هي مشكلة الوزارة بشكل عام مو فقط على المستشفيات. احنا اعتمادنا أكثر على الشكاوي وليس الرقابة، لأن رقيبنا البيئي لازال غير كافي، ما عدنا العدد اللي يكفي حتى نغطي كل مفاصل الدولة برقيب بيئي، احنا نسميه مراقب بيئي. نعم. يجب وجود هناك مراقب بيئي تكون عيونه موجودة على كل موقع وبشكل دوري، فحص مراقبة تفتيش. لكن هل الكم اللي عندنا، احنا عندنا كم معين رقم معين قد يكون 2500 موظف على أنت المستوى. انت تعلم معالي الوزير في الدول المتقدمة او دول العالم تكون وزارة البيئة من اهم الوزارات اللي موجودة واللي يكون لها اهتمام خاص من الحكومة. أريد أعرف هل تعتقد هناك تقصير من الحكومة تجاه وزارة البيئة؟ لو سمحتي لي أكمل التفصيل اللي كنت أروح على الرقيب البيئي وحجم الوزارة وأرجع على موضوع الحكومة واهتمامها. الرقيب البيئي احنا ما عدنا على العدد الكافي، وزارة البيئة بها 2500 موظف، ويعني بين الأجور اليومية والعقود بشكل يمكن رقم قليل أكثر من 2500، لكن مع الأسف هذه 2500 أيضا اللي هي ما تكفي حتى لو كانت النوعية جيدة، لكن كثير منها تم تعيينهم على أساس أمور سياسية، أبناء الصحوات، أم الربيعين وإلى آخره، نقل من التصنيع العسكري، نقل من معرف وين. يعني تقصد المحاصصة السياسية؟ لا هي مو طائفية، لا حتى سياسية، حتى مو سياسية، لكن موضوع احتواء وإلى آخره من هالأمور، فرص تعيين. فهناك كبير عدد كبير من هذا الحجم اللي وزارة البيئة هم إداريين مثلا سواق، أنا ما أحتاجهم، هذول ما يفيدوني في موضوع المراقبة البيئية. أرجع لموضوع الاهتمام الحكومي، حقيقة ما أخذت وزارة البيئة داخل أروقة الحكومة أو بناء السياسات الاهتمام اللي كان مطلوب. اليوم ده نحاول من خلال ضغط بالإعلام أو ضغط السياسي أو بالقانون، قانون وزارة البيئة، يعني بكل وسائل ده نحاول نستخدمها انه ترتقي وزارة البيئة المكانة اللي عندها في المجتمع الدولي. وهو مو موضوع انه فاقد مجتمع دولي، هي حقيقة انا من خلال ممارستي هاي راح نوصل سنتين بوزارة البيئة، ارى انه ممكن حتى محاربة الفساد من خلال وزارة البيئة تصل الى هذا المستوى. يعني وزارة البيئة بيها معايير وبيها نوع من الالتزامات تخلي كل حتى الفساد، بعدين النوعية، موضوع النوعية، نحافظ على كل هالمفاصل هذه اللي هي بمجملها قد نقول محافظة على الموارد الطبيعية، نحافظ عليها من الاستنزاف، نحافظ على البلد للأجيال القادمة، كلها هاي فت سياسة معينة، استراتيجية معينة ممكن من خلال معايير ومفاهيم البيئة ممكن نحافظ عليها. أتمنى أنه نكون موفقين في هذه الفكرة، مع العلم أنه إحنا من الأقليات، ممكن إذا صارت مهمة جدا يأخذوها من عندنا. خلينا ناخذ هذا الفاصل مع الوزير ونرجع نكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. معالي الوزير تحدثنا قبل الفاصل أن وزارة البيئة لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة، وهي وزارة يمكن عدد الموظفين مالها ما 2500 موظف، وإذا كانت الوزارة أكبر من هذا الحجم وإلها اهتمام راح يأخذوها منكم كأقليات. يعني
يعني أريد نتحدث معالي الوزير موضوع مهم جدا، الصراعات السياسية، أيضا توزيع الوزارات على الأحزاب اللي لها نفوذ أو لها مقاعد في البرلمان. تعتبرون أنتم كأقليات مهمشين في هذه الحكومة من خلال هذه الوزارة، أو لو تعتبرون أنه ماخذين حقكم في وزارة البيئة؟ يعني انا ما مؤمن بهذا الموضوع اساسا، انه موضوع الحجم للوزاره وهذا، فما اقدر اجاوب يعني بشكل شخصي هذا. لكن ما موجود امامنا نعم هو انه ينظر للوزاره بحجم موظفيها، بحجم ميزانيتها، بحجم تاثيرها السياسي وهكذا. واحنا اساسا الحكومه اللي نشتغل بها حكومه تسمى حكومه الشراكه الوطنيه، وليده الكتل البرلمانيه الموجوده داخل البرلمان، بالتاكيد مو كلهم راضين، ما حد حصل على كل اللي يريده، لان كل يريد اكثر بالتاكيد، لكن هي بالنتيجة شكلت بهذه الشاكلة. فبشكل شخصي أنظر أن هناك تهميش أو تقصير، لأن هي وزارة بيئة، أنا ما أقتنع بهذا الموضوع. وطبعا بشكل شخصي أساسا أنا كنت راغب في هذه الوزارة، وزارة البيئة، لكن هي هذا أنا رأيتي، لكن هي أعطيت وزارة البيئة لهذا المكون لأن ماكو اهتمام بها، لأن صغيرة، لأن ما كان أكو طلب عليها، نعم، رغبة عليها. يعني هي متوازيين، بما أنه كان هناك تهميش، قد يكون هنا من منطلق التهميش اللي ينطونه وزارة البيئة، بس بالنسبة لي أنظر إلها هو تهميش أنه أخذت وزارة البيئة، بالنسبة لي لا. أنا كان من رغباتي أنه أكون وزير البيئة، يعني عندي رؤية معينة بهذا الموضوع، فالجانبين موجودة، يعني جانبين موجود. أيضا نتحدث قليلا عن الواقع البيئي لمصافي النفط، هل تلتزم هذه المصافي بشروط بيئة معينة أم أنها بعيدة عن هذا الموضوع معالي الوزير؟ طبعا مو الكل، اكو مصافي ما عندنا مشاكل وياها بالطبيعي، واكو مصافي عندنا مشاكل كثيره معها، فموجود النوعين. لكن اكو مشكله قد تكون اهم مشكله بيننا وبين وزاره النفط، خلينا نقول، او مصافي النفط، اكو ماده تستخدم اسمها رابع اثيرات الرصاص، هذه مرفوضه دوليا ومرفوضه من عندنا وزاره البيئه، باقي دولتين او ثلاثه في العالم تستخدم هذه الماده، واحنا من الدول بيننا وبين وزارة النفط يقولون ما باقي انه يستخدمه قليل جدا، لكن بالنسبة لمعاييرنا ومفاهيمنا كوزارة البيئة هذا القليل جدا هم مرفوض. موجود بيننا وبينهم لجنة، احنا مثل ما قلت لك قبل شوية انه بدنا نروح باتجاه القرارات الحازمة والصارمة في المفاهيم هاي، ما راح نقبل بعد استيراد هذه المادة، وعلى وزارة النفط او الشركات المعنية بالمصافي انه تاخذ اجراءاتها بشكل عاجل جدا لتغيير الآلية اللي تعتمدها في مصافي النفط اللي يسموها الأزمرة، اللي ما بيها مخرجات سلبية على البيئة. طبعا رابع ثلاث الرصاص في الهواء مؤذي جدا، قد يكون أحد أسباب التلوث اللي موجود في المناطق العراقية، فإحنا بعلنا بها إجراءات إن شاء الله راح تكون عاجلة جدا وصارمة في هذا المجال. مشكلة النفايات في شوارع بغداد والمدن العراقية الرئيسية صارت ظاهرة واضحة وخطيرة مع الوزير، أريد أعرف شنو عملتم من أجل إنقاذ الناس والمدن من هذه النفايات، وأيضا هل هناك شركات تعمل في العراق على تدوير هذه النفايات والتخلص منها؟ طبعا هو دور النفايات هو مو دور وزارتنا بشكل عام، هو بلديات وأمانة العاصمة، لكن احنا رقيب أيضا عليه مع الأسف. يعني المؤذي الأول المتسبب الأول لوجود هذه النفايات بهذا الشكل هو المواطن العراقي. يعني قد تكون الخلل عندي أو عند البلدية أنه ما تجمعها بشكل جيد، لكن هل هي مذبوبة أو متعامل معها بشكل جيد من الأساس من البيت؟ يعني ما للأسف قبل فترة كنت في جولة نهرية، النهر مليان طالت ماء ونفايات ومخلفات، مو البلدية أمانة اللي ذابتهم، المواطن العراقي اللي جايذبهم. على الضفاف ما النهر كان هناك مكبات للنفايات، هاي صعب جمعها. يعني مثل ما قلت على الغام، إذا احنا نذب النفاية هيك بسهولة بلحظة، فجمعها راح يستغرق بعدين فترات. فالحقيقة المتسبب الأول هو المواطن العراقي نفسه، لكن نعمل حاليا على برامج توعوية نوعي بهذا الجانب أنه الآثار السلبية لهذا الموضوع. لكن أكمل البلديات أيضا، أنا ما أدافع عن البلديات لكن دا أسلسل الموضوع، المواطن أولا. ثانيا الإجراءات المتخذة حقيقة من البلديات وأمانة العاصمة تحديدا أكثر من البلديات ليست بالمستوى المطلوب أبدا، هناك إجراءات أكثر حداثة ممكن يتبنوها، هناك وسائل ممكن يقدموها للمواطن
حتى نجبره أو نحاسبه بعدين لنلذب هالمكان ثب هالمكان، ما متغذى بشكل صحيح أبدا لحد الآن. وأيضا تدخل ضمن الإجراءات اللي نشتغل حاليا عليها بيننا وبين وزارة البلديات أو الأمانة العاصمة. نحن نسمع في كثير من البلدان أن شركات كبرى تدفع مبالغ هائلة معالي الوزير من أجل الحصول على هذه النفايات والاستفادة منها. أريد أعرف شنو هي المعوقات اللي تمنع التعاقد مع مثل هذه الشركات؟ هذا كان المرحلة الثالثة، قلنا المواطن وزارة البلديات. المرحلة الثالثة هو الاستثمار في مجال النفايات. احنا لازال عندنا مواقع تمر صحي نذب النفايات في مزبلة، وهذا ما باقي تقريبا، يعني كل البلدان من توصل مرحلة التعامل مع النفايات تروح للحديث. احنا لازلنا ما رايحين للحديث اللي هو استثمار هذه النفايات. نعم. ما قلت يدفعون فلوس، بس مع الأسف ما قلت له هذا مو دور وزارتنا، احنا مو احنا اللي نتعاقد، لكن هي جهة رقابية، جهة الرقابية، لكن ما نتعاقد احنا على معالجة نفايات، ما عندنا هذا الشيء، هذا القانون ده اتكلم يعني. فهي اما المحافظات تنمية الأقاليم او وزارة البلديات او أمانة العاصمة بالنسبة لبغداد. فحقيقة ده نشتغل، جبنا كثير من العروض او التكنولوجيا كأفكار يعني، وده نتحاور مع المحافظات. مشكورين المحافظات اغلبها الفرات الاوسط، هناك تعاون كبير بينه وبينهم في هذا المجال. نعم. انه يشوفون هذه الشركات ويتعاقدون، لكن مع الاسف هناك مشكله دائما تواجهنا في قوانين البلد في جانب الاستثمار اللي هي معقده جدا، بحيث احنا ما عندنا شركات محليه من القدره انه تعمل في هذا المجال، يجب ان تكون شركات اجنبيه. والشركات الاجنبيه حتى تشتغل هنا لها معايير وقوانين معينه تتعارض مع متطلباتنا، فهذا اللي يعرقل الموضوع. حتى موضوع الأموال موجودة، لكن مع الأسف تتأخر دائما في بهذه الأسباب. معالي الوزير، وزارتكم وزارة رقابية وهي مسؤولة عن التوعية أيضا. على سبيل المثال، فإن تقليل استهلاك المياه واحدة من طرق المحافظة على البيئة، لم نرى برنامج للوزارة للتوعية بهذا الجانب. يعني اللي أريد أقوله أن الناس بحاجة إلى توعية بيئية، ووزارتكم معالي الوزير ضعيفة بهذا الجانب. مع الأسف كان لنا قصور كبير بهذا المجال لسببين. أولا كخبرات وقدرات إعلامية نقول مختصين بمجال التوعية، وثانيا الإمكانات المادية للوزارة اللي تحدثت. أنا من ذكرنا الميزانية قلت لك ما عندنا كلش أهمية، لكن هناك حاجة بسيطة. هاي الحاجة البسيطة جزء منها هو حقيقة للتوعية. تعرفون الإعلام، أنتوا أهل الإعلام، محرقة فلوس يعني، بحاجة إلى أموال حتى نستخدم الأجهزة الإعلامية الموجودة بالساحة حتى نقدم البرامج اللي تكون مفيدة في بجانب التوعية. ومثل ما ذكرت موضوع النفايات، قد يكون لنا دور أنه المواطن ده يذب نفايات على ضفاف النهر، يكون لنا دور في هذا الموضوع بجانب التوعية بعمل سبوتات وغيره وهالإجراءات هاي. لكن لنا خطة اليوم يعني في هالفترة هاي، كان لنا طلبات لمجلس الوزراء أنه يقر بعض الزيادات في ميزانية لوزارة البيئة اللي هي للتوعية والمختبرات، اللي هاي راح تساعدنا حقيقة في هذا المجال. لنا قصور به كثير في الفترات السابقة، عالجنا معظم أسباب القصور. نعم. اللي كان موضوع المختصين، موضوع كادر معين بحاجة إلى نملي هذا الفراغ اللي كان سبب القصور. وايضا راح نستكمل ان شاء الله ميزانيه 2013 الحاجه اللي يحتاجوها من امكانات ماديه لعمل سبوتات والبرامج اللي تقوم بهذه التوعيه. طبعا اكيد ان دور بها موضوع المياه، موضوع النفايات، موضوع الكهرباء، حتى الكهرباء اهم من كلهم بالمناسبه. وهكذا هي هناك امور اخرى تخص الالغام وتخص الاشعاع، وهاي التفاصيل كلها راح نكون ان شاء الله بها تشوفونا بالإعلام موجودين. الأهوار يطلق عليها أحيانا فينيسيا العراق، تعاني من مشكلة كبيرة وخطيرة، وسمعنا عن حملات عراقية ودولية لإنعاش الأهوار، لكنها معالي الوزير ما زالت تعيش كوارث حقيقية. أريد أعرف أين ذهبت هذه الحملات وكيف هو حال الأهوار عندنا اليوم؟ هي مو كارثة، هي معاناة حقيقة. الكلمة معاناة ترهم أكثر من كارثة. طبعا التجفيف اللي قام به النظام البائد كان سيء الصيد جدا، ولحقه مع يعني
ويا ما جينا نريد نرجع الأهوار لفينيسيا العراق صارت هذه المعاناة مع المياه وقلة والنقصان الحاصل في مستوى دجلة والفرات أيضا كان لها تأثير. فما ذكرتي من برامج صارت ومن تدخل مساعدات دولية أيضا صارت إلى وأيضا جهود عراقية كثيرة وبحيث أنه كان هناك وزارة للأهوار ووزارة الموارد المعنية موارد المائية معنية وزارتنا معنية في هذا المجال هذا كله كل هذا الأداء وصل المستوى يعني خلينا نقول إعادة طبيعة الأهوار بالأرقام اللي عندي حقيقة إلى مستوى 40% من المياه ومن التفاصيل الأخرى حياة وإلى آخره إلى مستوى 40% من العهد السابق من عهد الأهوار السابق كل هذه الإجراءات وصلتها إلى 40% باهتمامنا داخل وزارة البيئة حقيقة إلى نوع من الأولوية والخصوصية ننطيلها من الوقت الكثير بحيث عندنا برامج مثلا تحديدا مع الحكومة الإيطالية مهتمين هم أيضا بهذا الشأن برامجنا كانت خاصة للأهوار كثيرة منها يعني أريد أعرف متى لازال نشاهد عودة للأهوار لا هي موجودة لا أقول لش العودة بس لمستوى 40% لكن برامجنا إن شاء الله نشوف الحلول اللي هناك معرقلات هناك معوقات يعني مثلا موضوع المياه الأهوار بحاجة للمياه يعني تغطية المياه اللي كانت السابق ما وصلت نفس المستوى لحد الآن إن شاء الله إذا عالجنا موضوع المياه من خلال وزارة الموارد المائية عندها دراسة استراتيجية أيضا تقوم بها شركة إيطالية تصور لمعرف كم سنة قادمة فمن خلالها ممكن توجد الحلول أيضا للأهوار كيف ترجع المياه وبعدين هي مو فقط مياه الأهوار حقا هي موضوع سكن وطبيعة الخاصة للسكن الموجود هناك وتوفير مستلزمات الحديثة للحياة لهم وبعدين التنوع الأحيائي اللي موجود داخل منطقة الأهوار أيضا النبي مشروع حاليا موجود لوزارة البيئة خاص بالتنوع الأحيائي له خصوصية خاصة للأهوار في هذا الموضوع وإن شاء الله نكون موفقين. مع الوزير هناك الكثير من الطيور والحيوانات انقرضت من العراق نتيجة سياسات الصيد العشوائي أو تدمير البيئة اللي تعيش بها أريد أعرف ألا يعد ذلك خسارة كبيرة للبيئة العراقية؟ وأيضا إذا نتحدث عن هورد الدلمج اللي مر بكارثة بيئية نتيجة إهمال وكانت هناك أيضا مع الوزير خسارة في الثروة السمكية يعني العلاجات أنا أتحدث عن هذه مشاكل كانت موجودة كان هناك فوضى وكان هناك تجاوز كبير في موضوع الصيد الجائر إذا كان في البراري أو في الأهوار موضوع الطيور أو في الأسماك كان هناك تجاوز كثير فالعلاجات اللي نعمل بها كوزارة البيئة أول خطوة هي عملنا باتجاه وجود قانون للمحميات الطبيعية ما كان أكو في البلد قانون ينظم عملية تشكيل محمية طبيعية وهذا الموضوع في مراحل النهائية في مجلس النواب ينتظر المصادقة يعني ومع هذا يعني ويا مشينا باتجاهات أخرى أنه كثير من المواقع نختارها تكون محميات طبيعية طبعا مشينا باتجاه أنه ندرب كوادرنا أنه ندير المحميات الطبيعية وهذا العمل قائم في للمحافظات اللي بيها محميات طبيعية وياها حاليا أنت ذكرتي هور الدلمج نخصص كلام قد يكون عنه هور الدلمج خاطبنا الأمانة العامة وبدورها لإعلان هور الدلمج محمية طبيعية بس بيه أيضا مشاكل لأن وزارة الزراعة في الزمن السابق انطت عقود استثمارية لهذا الهورس لأشخاص زراعية استثمارية وحاليا هو المخاطبة بينه وبين وزارة الزراعة أنه خلصت من هذه المشكلة أم لا وإن شاء الله راح نخلصها وراح يعلن هور الدلمج محمية طبيعية طبعا من يتحول إلى محمية طبيعية هناك إجراءات وأمور راح تقوم بها إدارة المحمية وتكون سبب لعودة النظم الطبيعية احنا نسميها احنا عندنا بالبيئة مفهومين عندنا نظم طبيعية وعندنا بيئة حضرية البيئة الحضرية هي الملوثات مخرجات الصناعة يعني هذه الأمور اللي هي فيزيكال فيزيائية أو كيميائية النظم الطبيعية هي المياه والحياة والحيوان وإلى آخره هذه الأمور فهاي المحميات الطبيعية هي راح تكون سبب أنه تعود النظم الطبيعية إلى سابق عهدها. معالي الوزير ما هي الإجراءات فيما يخص سلامة الأغذية وتعرض بعض المواد إلى إشعاعات؟ بالعموم سلامة الأغذية هي من مهام وزارة الصحة وليست البيئة كغذاء نفسه لكن الإشعاع هو مهامنا لكن عندنا بالقدرة حاليا حقيقة أنه نفحص
في كل المنافذ الحدودية، موضوع الإشعاع إذا كان مو فقط الأغذية، كل المواد اللي تدخل العراق تفحص من قبل وزارتنا من جانب الإشعاعي. شكرا جزيلا معالي الوزير المهندس سايغون لازار سليوة، شكرا إلى سعة صدرك. شكرا لكم. شكرا. كما أشكر مشاهدينا وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة قادمة. أنا هيفاء الحسيني، أستودعكم الله وإلى اللقاء.